السلام عليكم. هذه زراعة فوق السطح في حوض من الخشب. هذه نبتات الجزر، طبعا زرعتها من البذور في فصل الشتاء. هي طبعا تزرع عادة في الخريف، وزرعتها نوعا ما متأخرة، لكن ممكن زرعها في ذلك الوقت في الخريف أو في الشتاء أيضا. هذه الشتلات انظروا ما شاء الله أنبتت وأصبحت كبيرة ما شاء الله. هناك بعض الشتلات في الوسط ضعيفة نوعا ما، فقمت بأخذ بعض أو تخفيفها، نقوم بالتخفيف أفضل حتى تنمو بشكل أفضل. انظروا هنا أخذت منها الكثير، هكذا يكون التخفيف فقط. نأخذ هكذا، انظروا جزرة، هكذا نجمع بعض الشتلات، نقوم بتخفيف المكان حتى نسمح لبقية الشتلات بنمو أفضل، وأضعها في مكان آخر. سأعيد غرسها طبعا، لا نرميها، أفضل هكذا، تكون طريقة سهلة جدا. انظروا ماذا غرست أيضا بجانبها، هذا كرومب فقط من قطعة صغيرة من رأس كرومب، سأريكم الصورة. أخذتها بعد طبخ طبعا، أخذت الجزء السفلي وقمت بغرسه، انظروا كيف أصبح. وهذه بعض شتلات السلق ما شاء الله، حوض من الخشب فوق السطح ما شاء الله. الجزر أصبح كبير ما شاء الله، انظروا ارتفاعه رائع، سينمو يكبر. الجزر كما قلت الأفضل أن تزرع بذوره في الخريف، وحتى من تأخر يمكن أن يزرع في الشتاء ويفر له فقط الري المنتظم، وأيضا تسميد عضوي، نضيف له بعض السماد للتربة، نهيئ التربة الأفضل نهيئها في الأول في السابق قبل الزرع، نضيف لها بعض الأسمدة ثم نقوم بالزرع. الكمبوست الحيواني وأيضا الأسمدة النباتية، كمبوست نباتي، تربة رائعة عضوية. وتقريبا بعد 3 أشهر أو شهرين ونصف نبدأ في حصاد الجزر. طبعا ننظر في الجزرة في الأسفل حيث نلاحظ نمو الجزرة، إذا كانت قطر الجزرة يفوق 2 سنتيمتر، ستظهر هنا على السطح، يفوق قطرها 2 سنتيمتر، يمكن أخذها وقلعها من التربة لأنها صارت في مرحلة النضج. الآن الجزر مازال صغير، انظروا كم هي صغيرة جدا. هذه الشتلات التي قمت بأخذها من هذا المكان، قمت بتخفيف هذا المكان لأنها ضعيفة كما قلت. سأقوم بإعادة غرسها في هذا الجزء لأنه فارغ، هذا الجزء من التربة، تربة الحوض، قمت بزرع قليل، سأكمل معكم البقية. الجزر نبات رائع وخضر طبعا رائعة، فيها فوائد كثيرة، من الخضر التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامين A أو A أو ألف، فيتامينات المفيدة خصوصا للنظر. معروف الجزر بفوائده الصحية لاحتوائه على مادة الكاروتين موجودة في طبعا في جذره، المستهلك طبعا جذر الجزر، اللون البرتقالي يدل على وجود هذه المادة، مادة البيتا كاروتين، هذا اللون البرتقالي. سأقوم بغرس أو إعادة غرس هذه الشتلات، نستعمل فقط أداة صغيرة هكذا للحفر،
ونغرس تلك الشتلات وعيد غرسها ونرميها. طبعا نقوم بالتخفيف في أماكن وإعادة غرس في أماكن أخرى، أو نتركها كما هي. الجزر يمكن تركه هكذا مع بعضه البعض وينمو ويكبر. الأفضل أن نقوم بالتخفيف نوعا ما، أفضل خصوصا إذا غرسنا أو زرعنا البذور بشكل كثيف. يمكن أن نقوم بنثر البذور بشكل خفيف ولا تحصل مثل هذه الكثافة في زرع الجزر. السلق كما قلت قمت بتخفيفه من مكان آخر ووضعته هنا، انظروا كيف أصبح ما شاء الله هكذا تنمو بشكل أفضل النبتة، ما شاء الله تصبح كبيرة بعد تخفيف المكان من مكان آخر. أخذتها وأتيت بها إلى هذا الحوض، انظروا أصبحت كبيرة. أيضا الجزر ما شاء الله ارتفعت أو نما بشكل أفضل ما شاء الله. كما قلت يمكن استهلاك الجزر بعد مرور حوالي 3 أشهر من زراعته، وفي الظروف المناسبة ممكن 2.5 شهر نبدأ في استهلاك الجزر. فقط نترك الجزرة حتى تنمو إلى حوالي أو إلى قطر يفوق 2 سنتيمتر أفضل، تكون كبيرة الحجم، نمو يكون كامل، ونقوم بقلعها من التربة واستهلاكها. هذه نبتة الجزر الرائعة. سأقوم كما قلت بإعادة غرس هذه الشتلات الصغيرة هكذا هذا الشكل. نحفر فقط ثقبة صغيرة في التربة هذا الشكل، ونأخذ نبتة أو شتلة صغيرة، انظروا صغيرة جدا صغيرة، ونقوم بالغرس هكذا. وعند اكتمال أو عندما أكمل هذا المكان سأقوم بالرش أو ري هذه النباتات أو هذه الخضر الرائعة ريا مشبع طبعا لأنه غرس جديد. هذا سأقوم بغرسه الآن وري كل الخضر الرائعة هكذا الرش بالمرش طبعا هكذا. سأكمل فيما بعد غرس كل هذه الشتلات الجميلة الجزر الرائع. هكذا هي الزراعة، عضوية طبعا منزلية وسهلة جدا، محصول رائع للجزر الرائع. أشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.